بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وضعيات تقويمية في ميدان المادة وتحولاتها بالنسبة للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الوضعيات ومناقشتها فلا بأس أن نعرض عليكم بعض النماذج للاختبارات المقترحة في الفترة الأولى. إذن قلنا نقترح مجموعة من الاختبارات، هذا الموضوع الأول. هذه الوضعية الثانية منه، والوضعية الإدماجية لهذا الموضوع، ثم هذا الموضوع الثاني، الوضعية الثانية لهذا الموضوع ووضعيته الإدماجية. نلاحظ أن بما أننا في الفترة الأولى تطرقنا إلى الظواهر الكهربائية ثم ميدان المادة وتحولاتها، فإن تقريبا معظم السادة الأساتذة ركزوا في الوضعية الإدماجية على الأمن الكهربائي. إذن هذا الموضوع الثالث، وهذه هي الوضعية الأولى له. نلاحظ فيها أنها تعتمد على التحليل الكهربائي. الوضعية الثانية تدور حول التكهرب، والوضعية الثالثة لا شك حول الأمن الكهربائي التي هي الوضعية الإدماجية. يعني تقريبا نجد كل المواضيع تشترك أو تتشابه في الوضعية الإدماجية. إذن هذا نموذج آخر، النموذج الرابع على ما نظن، على ما أعتقد. نعم، إذن التمرين الأول في المادة وتحولاتها، أو الوضعية الأولى في المادة وتحولاتها، والوضعية الثانية في الظواهر الكهربائية، والوضعية الإدماجية في الأمن الكهربائي. الموضوع الموالي كذلك، الوضعية الأولى حول التحليل الكهربائي، الوضعية الثانية حول الظواهر الكهربائية والتيار المتناوب، والوضعية الإدماجية كما ترون حول الأمن الكهربائي كذلك. إذن هذا بالنسبة للوضعيات التي اقترحناها. إذن بعد ذلك، بعد ما رأينا النماذج المقترحة لاختبارات الفصل الأول، نمر إلى قلت الوضعيات التقويمية حول ميدان المادة وتحولاتها، ونبدأ مع الوضعية الأولى. إليك الخلائط التالية كما هو، أو الخلائط التالية: لدينا كمية قليلة من الملح مع الماء المقطر، ثم كمية قليلة من الجافيل مع الماء المقطر، ثم حجم من الماء المقطر مع حجمين من الجافيل، حجم من الزيت مع حجمين من الماء المقطر. يقول: انطلاقا من تعريف المحلول المائي، حدد من بين الخلائط السابقة المحاليل المائية. إذا فمن بين المحاليل المذكورة فإن المحاليل المائية هي ماء به ملح وماء مقطر به قليل من جافيل. ثم المطلب الثاني: ذرة الفلور ذات الرمز F لها 9 إلكترونات، أما شاردة الفلور فلها إلكترون زائد. عن ذرة الفلور، ما هو رمز وعدد إلكترونات هذه الشاردة؟ وما هو عدد الشحنات العنصرية الموجبة لنواة هذه الشاردة؟ إذن فرمز شاردة الفلور هو Fe ناقص. هنا نسينا الإشارة ناقص، نضيف لها إشارة ناقص. إذن قلنا رمز شاردة الفلور هو F ناقص، عدد إلكتروناتها الآن هو 10. أما عدد الشحنات العنصرية لنواة هذه الشاردة فهو زائد 9. الوضعية الثالثة قال: ما هو من بين طرق الكشف عن الشوارد في المحاليل
استعمال المحاليل الكاشفة مثل شاردة الكلور، يعني هذا لأي سؤال، أين هو السؤال هنا؟ المهم من بين طرق الكشف عن شوارد في المحاليل استعمال المحاليل الكاشفة مثل شاردة الكلور، يتم الكشف عنها بمحلول نترات الفضة. نمر إلى الوضعية الثانية، ملصقة مثبتة على قارورة مياه معدنية تحمل البيانات التالية، يعني كما هو مبين في الجدول على الملصقة. المطلب الأول صنف الشوارد الموجودة في هذا الماء من خلال التعبير من خلال البيانات الموجودة على الملصقة. قلنا صنف الشوارد إلى شوارد بسيطة موجبة وسالبة وشوارد مركبة. 2 في الشاردة CA 2 زائد، ما المقصود ب 2 زائد؟ وماذا يقصد بالناقص في الشاردة CL ناقص؟ 3 اقترح طريقة للكشف عن بعض الشوارد الموجودة في قارورة المياه. إذن قلنا الآن تصنيف هذه الشوارد إلى بسيطة موجبة وبسيطة سالبة وشوارد مركبة. إذن فالشوارد البسيطة الموجبة هي 4 شوارد، لدينا شاردة الصوديوم، شاردة البوتاسيوم، وشاردة الكالسيوم، وشاردة المغنيسيوم. بالنسبة للشوارد السالبة البسيطة لدينا شاردة واحدة هي شاردة الكلور، والشوارد المركبة في هذه الأمثلة كلها سالبة، شاردة البيكربونات، ثم شاردة الكبريتات، ثم شاردة النترات. المطلب الموالي في شاردة CA 2 زائد، ما المقصود ب 2 زائد؟ إذن في شاردة الكالسيوم المقصود ب 2 زائد هو أن هذه الشاردة فاقدة ل 2 إلكترونين، 2 إلكترون أي فقدت إلكترونين. أما في شاردة الكلور فالمقصود بالإشارة ناقص هو أن هذه الشاردة مكتسبة لإلكترون واحد. ثالثا اقترح طريقة للكشف. فالطريقة التي يتم بها الكشف عن الشوارد في المحاليل هي استعمال المحاليل الكاشفة أو ما نسميه بالكواشف، مثل شاردة الكلور يتم الكشف عنها بمحلول نترات الفضة، بحيث تضاف قطرات من هذا الكاشف إلى المحلول الذي يفترض أن يحتوي على شوارد الكلور. في حالة وجوده يظهر الرأس أبيض يسود في الضوء. إذن وبنفس الطريقة نكشف عن الشوارد الأخرى باستعمال الشوارد المحاليل الكاشفة الخاصة بها. نمر إلى الوضعية الثالثة، قال املأ الجدول التالي. على ماذا يحتوي الجدول؟ فيه الاسم والصيغة الإحصائية والصيغة الشاردية. إذن فاسم المركب في الأول لدينا كلور الهيدروجين، الصيغة الإحصائية له هي HCl، أما الصيغة الشاردية فهي H زائد زائد Cl ناقص. كلور الصوديوم NaCl، الصيغة الشاردية له هي Na زائد زائد Cl ناقص. كلور الرصاص، الصيغة الشاردية معطاة Bp2 زائد زائد 2Cl ناقص، نكتب نحن له الصيغة الإحصائية BbCl2. كلور الباريوم، الصيغة الإحصائية له معطاة BaCl2، ونحن انطلاقا منها نستخرج الصيغة الشاردية وهي Ba2 زائد زائد 2Cl ناقص. كبريتات النحاس، الصيغة الإحصائية له CeSO4 2 ناقص، ومنه هنا من المفروض ما تكونش عندنا 2 ناقص، تكون مكتوبة بالصيغة الجزيئية CeSO4 فقط، ونحن نستخرج الصيغة الشاردية Ce2 زائد زائد SO4 2 ناقص. هيدروكسيد الزنك ZnOH كل 2، الكتابة بالصيغة الشاردية تكون Zn2 زائد OH ناقص بين قوسين كل 2. ثم كبريتات الحديد الثنائي، أعطى لنا الصيغة الشاردية Fe2 زائد زائد SO4 2 ناقص، ونحن نستخرج الصيغة الإحصائية تكون Fe SO4. نترات الفضة، أعطى لنا الصيغة الإحصائية AgNO3، الصيغة الشاردية تكون Ag زائد زائد NO3 ناقص. نترات الحديد Fe NO3 الكل 2،
الصيغة الشاردية له هي اف او زائد اف او 2 زائد زائد ان او 3 ناقص الكل 2. كربونات الكالسيوم سي ا سي او 3 الصيغة الإحصائية له، فالصيغة الشاردية تكون سي ا 2 زائد زائد سي او 3 2 ناقص. هيدروكسيد الصوديوم ان ا او اش صيغته الإحصائية، صيغته الشاردية تكون ان ا زائد زائد او اش ناقص. حمض الكبريت اش 2 اس او 4 صيغته الإحصائية، صيغته الشاردية هي 2 اش زائد زائد اس او 4 2 ناقص. نواصل مع ملء الجدول، الجدول الثاني. أعطى لنا الشوارد ونحن نستخرج رمز الذرة ونذكر إن فقدت أو اكتسبت هذه الذرة وعدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة ونكتب معادلة التشرد. إذن شاردة الكلور سي ال ناقص رمز الذرة هو سي ال. هذه الشاردة أو هذه الذرة اكتسبت إلكترونا. عدد الإلكترونات المكتسبة قلنا هو واحد، ومعادلة التشرد التي تمت وفقها هي Cl زائد واحد إلكترون تعطي Cl ناقص. الآن شاردة الصوديوم رمز الذرة هو Na، هذه الذرة فقدت إلكترونا واحدا ومعادلة التشرد هي Na، هنا معذرة ليس Na تتحول إلى Ca وإنما إلى Na زائد، نصحح الخطأ هذا، Na تتحول إلى Na زائد زائد واحد إلكترون. شاردة الكالسيوم، شاردة الكالسيوم هي عبارة عن ذرة الكالسيوم Ca فقدت إلكترونين وفق معادلة التشرد الآتية، Ca تتحول إلى Ca2 زائد زائد إلكترونين. شاردة الكبريتات SO4 2 ناقص هي أو رمز المجموعة هو SO4، رمز المجموعة SO4 يعني الجزيء هذا، هذا الجزيء اكتسب إلكترونين وفق المعادلة التالية للتشرد، SO4 يكتسب إلكترونين يتحول إلى شاردة مركبة ثنائية SO4 2 ناقص. في الأخير شاردة الصوديوم Na زائد، هنا من المفروض فيه تكرار، نعوضها بشاردة الكالسيوم لا علينا، هاي شاردة البوتاسيوم معذرة، شاردة البوتاسيوم K زائد هي ذرة البوتاسيوم فقدت إلكترونا واحدا وفق هذه المعادلة K تتحول إلى ك زائد زائد إلكترون. إذن نمر إلى المجموعة الثانية، ذرة الكالسيوم ذات الرمز Ca لها 20 إلكترون، ما هو عدد الشحنات الموجبة لنواة شاردة الكالسيوم؟ ما هو عدد إلكترونات هذه الشاردة؟ ثانيا شاردة شحنتها، نترك الفقرة الثانية نمر إلى حل الجزء الأول. إذن شاردة الكالسيوم بما أن عدد إلكتروناتها هو 20، بما أن عدد ذرة الكالسيوم معذرة، بما أن عدد إلكتروناتها هو 20 إلكترون فإن عدد شحنتها الموجبة هو كذلك 20. لماذا؟ لأن الذرة في الحالة العادية أو الطبيعية تكون متعادلة كهربائيا. نمر إلى الفقرة الثانية، قال شاردة تحتوي شاردة شحنتها تساوي Q تساوي زائد 4.8 في 10 أس ناقص 16 ورمزها XN زائد. حدد قيمة N بين قوسين تعطى E اللي هي الشحنة العنصرية تساوي 1.7 في 10 أس ناقص 16 كولوم. حدد هذه الشاردة من بين الشوارد التالية، هل هي شاردة الحديد الثنائية أم شاردة الصوديوم أم شاردة Na 3 ناقص أم شاردة الألمنيوم الثلاثية. تعطي هذه الشاردة XN زائد مع شاردة الكلور مركب شاردي صلب، اكتب صيغته الإحصائية. إذن أولا نحسب العدد N لكي نحدد ما هي هذه الشاردة
وما هو المركب الذي نتحصل عليه. إذن لدينا القانون كالآتي: N يساوي Q على QE. بمعنى يعني ما هو هذا القانون؟ N هو عدد الإلكترونات التي نبحث عنها، يعني سواء مفقودة أو مكتسبة. ماذا يساوي؟ يساوي الشحنة الإجمالية التي اكتسبها الجسم على الشحنة العنصرية. الشحنة الإجمالية أعطيت لنا 4.8 في 10 أس ناقص 19 كولوم، والشحنة العنصرية هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. إذن 4.8 على 1.6 الناتج يساوي 3. إذن فهذا الشاردة هي شاردة ثلاثية، يعني فقدت 3 إلكترونات. حينما نقارن مع الشوارد التي أعطيت لنا، بما أن هذه الشاردة رمزها هو XN زائد، فهي فقدت 3 إلكترونات، وبالمقارنة مع الحلول المعطاة أو المقترحة فإن هذه الشاردة هي شاردة الألومنيوم. الآن المركب الذي يتشكل، المركب الشاردي الصلب، هو ثلاثي كلور الألومنيوم، وصيغته الإحصائية هي AlCl3. الفقرة الثانية أو الوضعية الثانية: نحقق الدارة الكهربائية الموالية، حيث نضع في وعاء محلول مائي لكبريتات النحاس، فنلاحظ توهج المصباح وانحراف مؤشر الأمبيرمتر دلالة على مرور التيار الكهربائي. واحد، لماذا محلول كبريتات النحاس ناقل التيار الكهربائي؟ فسر ذلك. إذن فمحلول كبريتات النحاس ناقل للتيار الكهربائي لأنه محلول شاردي، أي يحتوي على حاملة الشحن الموجبة وحاملة الشحن السالبة. فعند غلق الدارة الكهربائية يعمل المسرى الموجب الذي هو المصعد على جذب حاملة الشحن السالبة، أي الشوارد السالبة، والمسرى السالب وهو المهبط يعمل على جذب حاملة الشحن الموجبة، أي الشوارد الموجبة. وبالتالي تحدث حركة مزدوجة داخل المحلول لحاملات الشحن أي الشوارد في اتجاهين متعاكسين. ثانيا، نستبدل المحلول المائي بمسحوق كبريتات النحاس فنلاحظ عدم توهج المصباح. لماذا المركبات الصلبة غير ناقلة للتيار الكهربائي رغم أنها تصنف ضمن المركبات الشاردية؟ نعم، فالمركبات الصلبة رغم أنها شاردية إلا أنها لا تنقل الكهرباء لأن شواردها غير حرة الحركة، أي لا يوجد الوسط الذي يساعدها على الحركة. نمر إلى الوضعية الثالثة. في هذه الوضعية يطلب منا كذلك إتمام الجدول. لدينا اسم ورمز الذرة أو الجزيء، واسم ورمز الشاردة الموافقة، حالتها إن فقدت أو اكتسبت، عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة، ومعادلة التشرد هي من الشكل يقول X يتحول إلى XN زائد NE. مثال، يعني حلنا المثال الأول، قال الهيدروجين، ذرة الهيدروجين H تتحول إلى شاردة الهيدروجين H زائد، فهذا يعني أنها فقدت إلكترونا، والمثال هو H تتحول إلى H زائد زائد إلكترون واحد. إذن الصوديوم يحدث له نفس الشيء، فهذه الشاردة فقدت إلكترونا واحد وفق المعادلة التشردية الآتية: Ni يتحول إلى Na زائد زائد واحد إلكترون. الكلور عكسه، الكلور اكتسبت إلكترونا واحد فيكون Cl زائد واحد إلكترون يتحول إلى Cl نقص. النحاس شاردة موجبة تفقد إلكترونين وفق المعادلة: Ce تتحول إلى Ce2 زائد زائد 2 إلكترون. البوتاسيوم شاردتها فقدت إلكترونا واحدا وفق المعادلة التالية: K يتحول إلى K زائد زائد 1 إلكترون. شاردة ذرة الفضة تتحول إلى شاردة فضة موجبة، فبالتالي هي تفقد إلكترونا واحدا وفق المعادلة: Ag تتحول إلى Ag زائد زائد 1 إلكترون. ذرة القصدير تتحول إلى شاردة القصدير ثنائية، فهي فقدت إلكترونين وفق المعادلة: Sn تتحول إلى Sn2 زائد 2 إلكترون. ذرة الزنك تتحول إلى شاردة زنك ثنائية، وبالتالي فهي تفقد إلكترونين، أي زاد N يتحول إلى زاد N2 زائد زائد 2 إلكترون. شاردة ذرة الرصاص تتحول إلى شاردة الرصاص مثل سابقتها، أي تفقد إلكترونين
وفق هذه المعادلة بي بي يتحول إلى بي بي 2 زائد زائد 2 إلكترون. المغنيسيوم كذلك، ذرة المغنيسيوم تتحول إلى شارة المغنيسيوم بفقدانها إلكترونين وفق المعادلة أم جي تتحول إلى أم جي 2 زائد زائد 2 إلكترون. الألمنيوم كذلك يفقد لكن يفقد 3 إلكترونات فيتحول إلى من Al إلى Al 3 زائد زائد 3 إلكترون. الحديد لنا تحولين، قد يكون تحول ثنائي بمعنى فقدان شاردة ثنائية تفقد إلكترونين وفق المعادلة Fe تتحول إلى Fe 2 زائد زائد 2 إلكترون، أو تفقد 3 إلكترونات حسب الظروف فتتحول إلى شاردة ثلاثية موجبة Fe تتحول إلى Fe 3 زائد زائد 3 إلكترونات. الكالسيوم تتحول إلى شاردة كالسيوم ثنائية بفقدانها إلكترونين وفق المعادلة Ca تتحول إلى Ca 2 زائد زائد 2 إلكترون. الكبريتات، مجموعة الكبريتات من جزيء SO4 إلى SO4 2 ناقص، معناه أنها تكتسب إلكترونين وفق هذه المعادلة SO4 زائد 2 إلكترون تعطي لنا SO4 2 ناقص. الأكسجين، ذرة الأكسجين تتحول إلى شاردة أكسجين ثنائية أي تكتسب إلكترونين وفق هذه المعادلة O زائد 2 إلكترون تعطي لنا O 2 ناقص. النترات، جزيء النترات NO3 يتحول إلى شاردة النترات NO3 ناقص باكتسابه إلكترونا واحدا وفق المعادلة NO3 زائد 1 إلكترون تعطي لنا NO3 ناقص. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.